لونا طالعين احنا نبلش فيديو حلو ومهضومه، ليش معصبك؟ ما تحكي معي. ليش ما تحكي معي؟ ما تحكي معي جمال. واي هلا قبل هذا الفيديو عامل فيه مقلب، والله العظيم بكاني. اي والله بكيت. اي والله بكيت. طبعا هذا المقلب رح تشوفوه قريبا باذن الله، بس يعني انا شاطر بعمل المقالب ولا لا؟ اي بدك جائزه اوسكار. مينو اوسكار؟ هاي الكل يا جماعه، اليوم بما انه جوز كان عنده درس كثير وكان معصب كثير وهو عم يدرس ادرس يلا سوري. ومثل ما شفتوا انه هو مفكر كان انه هو عم يتعاقب مو عم يدرس. اوكي هلا نحن على اساس بدنا ندرس نص ساعه زمان رياضيات وماما عم تدرسني. ليك وقد الساعه مبدئيا 4:15 ونحن بلشنا على 2:20، صلنا ساعتين قاعدين عم ندرس بدل 20 دقيقه. شو؟ وقصة بدنا ساعتين وقصة باقي 5 أيام للفحص، وكل يوم عم ندرس 4 ساعات. فهميني وين المنطق؟ وين المنطق؟ أنا واحد، أنا ولد عم بحاول يتعلم، ما عم بحاول يتعذب. والأحلى من هيك أنه هو كان غيران من قلبه لأنه هي قاعدة هو عم يدرس. أنت عم تحكي عليه؟ أنت تضلي قاعدة والكل عم بطعميك ومرتاحة بحياتك وأنا عم أتعذب. ليش غيران منه؟ ما انت كنت بعمري قبل. ايه بس ما بتذكر شيء منه، ما بتذكر هالايام الحلوه. فاليوم قررنا نعمل له شيء كثير حلو ونطلعه من مود الدراسه وهالاساس، مع انه هو برا البيت رايح يجيب بوزه. فقررنا اليوم نقضي يوم كامل برا بالحديقه، تمام، ونعمل باربيكيو، نعمل برجر، نتسلى، ننبسط انا وجوج ولؤي والين وقلبه. طبعا لؤي رح يعمل الباربيكيو، هي لازم توضحيها. نحن نقعد هون، نحن نقعد هيك. اوكي وانت بتطعمينا. اتفقنا؟ اتفقنا. جيب مي فايف. يلا. بسبب المقلب اللي عملته قبل شوي يلي راح تشوفوه ان شاء الله بالفيديو الجاي او اللي بعده ما بعرف. خلص يا عمي. ورجيني. اول شيء المنقل اجا، شرفنا، اهلا وسهلا. يا جماعه شايفين هلا اليوم الحديقه كيف شكلها؟ هلا لازم نغيرها. مين هون؟ مين؟ هاي قلوبي. قالت تعي تعي. لا زيدك هاي اللون. هاي كيفك؟ حضرة حالك لنعبي الكرش. حضرة حالك شو حالك؟ عن جد وانا كيف حالي؟ انت قديش لك هون؟ شهر. امتى رايحة على بيتك؟ لكي انت شي مرة شايفة الحديقة عنا مفروشة؟ يعني مش منا مفروشة هلا يعني؟ لا هيك منا مفروشة. تعي معي قدامي، افتحي هيدا الصندوق اذا بتريدي. 1 2 طارق. شو هذا؟ شو هذا؟ خيمة المتوفات. عن جد؟ اوكي يا جماعة هلا هدول القصص لازم نحطهم عشان هيك تعطي نفس. هيك فرفش. فرفش. على فكرة بس رح قلكم شيء مهم، انه مو بس هيدا البني ادم بدي اقتله عشان المقلب، لا 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 لا. انا في هون بني ادم بدي اقتل كمان، بعد كم يوم تعرفوا الموضوع. حبي شو عم تسأليني؟ بالله شو عم تسألي؟ كيف تفتح هاي؟ انت والله لو آلين سألت. لا ما هيك، هيك تكسرية، هيك كيف تكسر، ما كيف تفتح، عرفتي؟ واو. تمام؟ نشح. ان شاء الله عجبك الديكور اختي حبيبتي. لا بس لانه هي درسة ديزاين فكارثة اذا ما عجب شيء. كانه بنتك عم تبكي؟ ايه بدها تطلع لبرا. كان معه عندك بنت انت؟ كان انا عندي صبي. كان انت تجوزنا ترى. طبعا اختي اول مرة بتشوف هدول. هي انا ولؤي، ولؤي عم بصور على اساس طبعا الصورة طلعت هيك. طبعا ليكو القعدة صارت جاهزة تنقعد. هلا أول ما نقعد لازم نشيل كل هدول، بس ما بعرف ليش الواحد حطهم، يعني بنحطهم هيك بقوم بينزل مطر فبنشيلهم، وقت القعدة لازم نشيلهم مشان نقعد ناكل. شو هالحياة هي الكارثية؟ فرجيكم جوا شو عم بصير. طبعا ليكو هون لؤي عم بحضر لنا. ليكو الدلال، ليكو التوسيخ ما شاء الله. لا مو توسيخ، كله الحبيبي، لأنه أنت بدل ما تقطع هون بتقطع كل هون. إيه وبعدين بمسحهم. لا بعدين تعالين تمسحهم، قول الحقيقة. تعالين تمسحهم. شوفي بايدك انت. قلبة اعطيني يا امي. صغير اوسكار اخذ اكله وهي ميت منها. بسرعه اعطيني فلوس. لك ما بيعطوا لاوسكار، ما بيعطوا، دافع عن حقوقك. تقبريني ولا انت يا محتال يا نصاب يا حرامي. تعال
لهون دعاء. اذا هي صغيره ما يعني تضحك عليها بكلمتين. هاي لونا حضرت كل هدول الاغراض يلي انا حضرتهم. انت كمان ولا لونا مرتبه يا صاحبي؟ اثنيناتهم نصابين ولا؟ طبعا انا اللي جايب بقول لهم هلا بس حطوهم هون. اوكي هاي اللحمه، هاي دوله محشوه برجر، تمام خبزات تبعاتهم. هذا غامق لانه مشان الرجيم بتعرف. طيب لؤي ما بيقدر ها؟ انه لؤي شو عمل هون؟ شو؟ مين عم بينظف؟ البطله. شفتوا؟ شفتوا انه لؤي بس بيروح لما تعالين تقعد تشتغل بعد ما ايش شو استفدت؟ بتاكله لما بيعمل لؤي. شو استفدت؟ ليك وليك وبتقول عامل خروف محشي ومقطع بصلتين وفليفلايتين. ليك ومين اجى لهون؟ ليك هاي كيف انستك اليوم؟ ما منيحة ابدا. ليش؟ لانه عصبت كثير اليوم. جوزي كرهاني. يعني انا ما خاصني. ليك شو عم نعمل؟ سربرايز. في احسن مني استاذ بالعالم؟ لا والله لا. كل مره الاساتذه احسن من الانسه طول عمره. قلت لك كده عم درس رياضيات، بتعرف شو عمل؟ قلت له مامي اعطيني بوسه بنص الدراسه. قال لي لا انت هلا انستي، بس خلصي انا لامي بعطي مو لانستي. ليك وجبت فرجينا دايرة بوزة. واو هاي لمين؟ هاي لآلينا. وجبت لإلي أطيب بوزة بالعالم. يو أنا لإلي كمان هي أكتر بوزة بنحبها أنا. ما في لأنه أنت لإلك جبت لك هاي. لا أنت كم بدك إياها؟ نص بنص. لا طب لأني أولد كتير منيح. يو أبرني كنت عم بس بنتكلم. كمان لأنه أنا بكرهها لآنستي. شو عقلي في حدا عم بيصير معه شو مني؟ عمو عمي شو عم بيصير معه؟ يو لوي هيك بكبوا الزبالة. يعني مطلوب انه نحن نفرز الزبالة وما بيجوا غير كل شهرين لياخذوا الكرتون. يوه ايه بدنا لك بيشو؟ نط نط نط. يا عزيز عمي والله العظيم اول مرة اشوفه هيك عم يعمل. شلون؟ اوه شغلة عظيمة صراحة. قاعدة جنب الفحم ما في غير هبة فحم تجي علي وبتحرقها. نعم. اوكي فرجيكم هون التحضيرات. ليكو هيدي اللي انا قطعتها برموش عيني. مو انا القطع وبخرب الدنيا وانت بتجي بتنظفيه بتظبط هو اللي بينظف هو يعني قطع هو قطع ايه. شو هذا انا وانت ليش تعذبنا وحطينا الدنيا كلها؟ عشان ننظف عشان عيوننا ترتاح. مصوا عيونك مشي الحال كله تمام. الطريقة المعتمدة لا هلا البريستيج خلص. اوكي هلا نجي بقى على الأصول والشي اللي لازم الشي اللي نحن بنعمله وقت عن جد بنعمل باربيكيو برجرز هيك. يعني أفكر أنا حطيتها كرمالكم هالمرة، حطيتها كرمال أختي. أيوة انبسطتي؟ أوبا وهيك بصير في عنا طاولة بنلم كل شيء عليها وبنكبها. طبعا في بعرف في جاهزين بس احنا هلا ما عندنا منهم. هلا الفكره من اللي حطيناه انه نحن وين ما حطينا وفتحنا صمون وهيك بضل نضيف. المكونات الساندويتش يا جماعه شوي تانية بعطيكم اياها مشان تكملوا الفيديو لانه كثير صعبه بصراحه. والله البرجر يلي بنعمله ما في اطيب منه والله. تعال نفتح محل برجر. ما فيني ما بلحق على يوتيوب هيك سوري. طبعاً طلعت لفرجيكم قديش اللقطة شاعرية. شو هيدا يا عمي؟ شو هيدا؟ النمسا نورت بوجودك يا قلبي. لا ما انت منورة اوريدي يعني من زمان منورة بوجودك. لا انتو كلكم مفكرينه بوجودكم بس لانه انا هون والساكن. يا الله منورة الدنيا. تعرف ليش هاي القعدة عاملينها؟ شاني؟ لأنه اليوم كله عم تدرس أنت. والله بعرف كل يوم أدرس جوجي كل يوم هو كل يوم بيدرس ما بتوفي معنا إذا كل يوم رح نعمله هيك. بس عفواً 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 أنتوا وين هربانين؟ يلا يعني شوي بنرجعكم خليكم هناك الجاي. وين خالته وأمك رايحة؟ أمك رايحة قومي بس ناكلكم البرجر كله ما تسألوا. قالين روح لحالك. والله بياع بياع مشان الأكل. واو يلا شو مبسوطين شو بحبهم انا والله. الله يا معلم. بهالمناسبه تاني شو عم تعمل؟ حركات بركات. صرت ما بحب هاي الجمله كثير حلوه. ما بدي حركي يلا ما بدي حركي الخضرة احترقت راحوا هربوا. لوين هربوا؟ على السكوتر. لو كيف بتخليها؟ او ماي جاد ليك شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ ليك ليك بتطلع لحالها قلبها شو عم تسوي؟ ولك توقعي ولك توقعي دودو حياتي حركية. الله يا جماعة ما رح نطعميهم ولا لقمة لأنه هن هربوا وقت الشغل وقت الجد. أنا وأنت بناكل كل شيء. أنا وأنت بناكل فل اللي بوا إذا بتريد. عم بشوي لك توم وحدة إلي وحدة ليكي. إلي وإليكي؟ لا وحدة لي وحدة وحدة ليكي. حدا قال لك حدا قال لك مراجيح العيد عنا هون؟ ليك ليك لؤي لؤي ليك ليك شو بتعمل؟ إذا توقع يا بتوقع والله بتوقع يا شو هالبنت الاخت العنبة؟ طلع على خالتك حياتي قاعدية وحطي لها حزام ما هيك بتوقع والله مهم تطلعوا
وتمس. مين اجا؟ حبيبي تعي شوفي بنتك. انت فهمانه المرجوحه غلط. يا بني شكلك وموديلك انت ولو شو بدك؟ المرجوحه بيقعدوا علي يا عمري. ليكي هلا اعطينا لحمه لانه ما قصة يعني بدنا قصة كثير. يلا قولي له مامي. جوعانين جوعانين جوعانين. يعني هي بدك تشيليها. ولا قوة إلا أنا برأيي تستقيلي أنت. تستقيلي نهائيا. أنا دايما عملت لكم أجواء لولاي ما بتعيشوا الأجواء الحلوة. ما في منك. شوف ما بيبهدلني والله حتى وقت بغلط. ما حياتي تعلمي. ها شوفي ها. أنا مش ملوت إيدي أنا بتعرف كثيرة. طبعا هون بلش اللعب. يلا طالين طالين. بالهلط 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 ما لك حلي عني. إيه ما أنا. إذا هي على المرة هالمرة مو أنا. إذا احترقت شو بتعمل؟ هلا كده عم بقول لهم ما بتطعميني بهدلة. علمية. شايفتي باب لابني؟ ليك اجت لعندها. شايفة مكيف لاختي انت كمان. بس اجت لعندها. مبسوطة انت مبسوطة ولي؟ بس احكي لكم عن سر هي الخلطة. هي بتحطوا فيها فلافلة وبصل. شو كمان لون؟ وصوص صويا وفطر. ايه شو عملتي؟ فتحت لي الصحن الطائر لك ولا وين؟ يا علق بالشجرة؟ لا 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 كثير بعيد. نزال حبيبي نزال. جوجي نزال يعني نزال على السطح وجيبه عجل. يلا مشكلتك انت مشكلتك. ها شايفين ازاي؟ عجل 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 عجل. برافو بالجوج. هالفيديو فيه اشياء نقف القلب. نسينا نخبركم انه على اللحمة شو بينحط؟ الشيدر. شيدر بس لا قصقصية مشان ما تدوب وتنزل على الفحم مثل ما نزلتي اللحمة. هيك حطوا هيك يعني مليكة. خضرة جاهزة عم اللون جاهزة يا جماعة. واللحمة جاهزة. هي مو اي حدا يعني بس لعائلتنا يعني ما حدا بيعرف ما يقولوا لحدا يعني ما تقولوا لحدا ما في يعني. هون عنا إصابة. خالتة شو عملتي بماما؟ ضربتيها بالحجرة؟ مسك الحجرة البيضة هيك. ايه بس دقيقة نرجع نشوف المشهد. لا لا ابدا. اجا الغلا مع الغلا. اجا اهم عنصر بعيلة البازربشان كلها. يلا بلش. طيب بدي شيء طيب. ها هلا بس برجر واحدة بدي فرجيهم كيف بنعملها عن جد. اوكي شيل هي لإلي. انا تعيت نفسي وياه كثير. انا كثير بحبها هيك يعني منا محبوبة مثل اللي وحدة هيك كمان. هي وهي عنجوش قرر يفرجيكم الطريقة. اوكي هي تعيتي. اول شيء بنحط كاتشب هيك ما بتكسر بنمسحها هيك. بعدين شو بتعملوا؟ شو بنعمل؟ تاغ وين الخس؟ نسينا الخس. يلا وين التوميتوز؟ بالبراد. قوموا جيبوا. يلا بعدين بنحط هيك الخضروات. هلا انا بدي خس. حش 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 تمام. بدي خس هلا ما فيني بلا الخس. لكن مطوم على الخس انا قاعد وما فيني قوم. لازم يعني بالالتيكو. الحمد لله اجى الخس تمام. هلا هي بنحطها هون بهالشكل. بعدين بتاخدوا هيدي ما اجبر اي وحده بس يعني انا هي عملتها. أوكي. الطريقه بعدين هيدا السيكريت ريسيبي تاعيتي. تاخدوا هيدا الملح ما بعرف هيدا بس هيك شكله هيك من تحت شايفينه. ليكو قد ايه بتحطوا بس هيك. هذا بهار اسود مع ملح بلاك بيبر. تاني وحده شو بتحطوا؟ باربيكيو صوص. بالضبط شطوره. وشو كمان بنحط؟ مايونيز. انا ما بحب. طيب اوكي انا بحط مايونيز. قالوا اي غير وصفتي كلها. شو هذا طلعت برا العائله عن جد. أوكي. نحن عائلتنا مشهوره بحب المايونيز. انت ما طبيعي. بعدين هي ايه مسكوها حطوها هيك بنحطها بصحنك اللي هو هذا. بالضبط. واو بنحط لك شويه بطاطا. وهي يلا لشوف دقلي. واو بسرعة قلبك تقبر. هلا دور الفنانة ام اللون. ما عجبتني وصفة جوش. ليكم تمسكوا المايونيز اللي هو اهم مكون بتحطوه هيك. يا عين بدي مثلك. يا الله ما طيبة وصفتي. شو؟ بعد ما حطينا هاي بنجيب خضرة. نحط خضروات هيك. جربوا الفلافل المشوية مع ال رائعة. عن جد رائعة. كشفناها بالصدفة طبعا يعني. شو بنعمل؟ وصفتي اطيب وصفة بالعالم. خلص بقى اسكت. هي بدي انا. هي؟ ايوه. نمسك هاي بعدين كاتشب ولا باربيكيو صوص؟ باربيكيو. باربيكيو صوص. تمسكوا الباربيكيو صوص بتحطوه هيك. يا ويلي بتكبوا على حالكم. تمام تمسكوا هيك بتحطوا. ليه هلا بس ما يعجبهم كلهم تصير قالين والكل بده. عاملين لنا وحده. بعدين بتحطوا الخسه هيك وبتحطوها فوق البرجر. هي هيك واحد اثنين ثلاثه. يا ويلي مم.
شلون بعزف على البيانو؟ موال كله عمل سندويشات وعملنا للعالم وما حدا عملنا. والله يعني فقيرين انتم. تعيتي اطيب وحده من الكل، انا عم بعمل ثاني وحده. على فكره ما يغركم يعني الجوز انه هيك، والله ما شاء الله بياكل اكثر من صحه هنا. ايه بياكل قد ثلاثتنا يعني. ايه واقف قدام من قال انت طعم هيك؟ والله صعبه يا اختي. ان شاء الله هذا عم يعترف انه انا يعني بتعذب لما بشوي. انت سويتها. ان شاء الله مبسوطين بالشوية اللي انا شويت لكم اياها. طبعا شو الساعة هلا؟ 9 الا 5 بالليل. في الدنيا نحن عم نتغدى. عم نتغدى. واو لسه في عشاء يعني ما تنسوا. حياتي هيك، حياة اليوتيوبرز بهالشكل. لك تعي لهون قلبا، شو عم تعملي؟ من عمر سنيني بعطيكي جمالك انا ادمنته، صوتك موسيقى والحان.